حبيبي يا خي، كيفك؟ كيفك يا خي؟ تمام حبيبي، شو خص أم بقى بس؟ كيفك؟ تفضل لعندي، تعال منقدم أنا وياك. تعال عندي. والله حبيبي يا غالي، أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام بحلقة من إلك جلادة. اليوم حلقة جديدة، أجواء رائعة، كل شيء جديد. رح بلش بالإنترو، اسمعوا ملا إنترو لذيذة. شو حلو تكون مفول سيارتك بنزين ومبسوط ومنك حزين وجايب معك مصاري وبالعلب مخزنين، ومن قدام الساعة هيدي بساحة منطقة الجديدة بوعدكن بحلقة أجواء أكثر من جيدة. ثانكيو ثانكيو، والله انترو لذيذ كثير. ورح نبلش بالحزورة. كيفك يا خيي؟ حبيب القلب يا غالي، عرقلت السير. قرب 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 يا صديقي، قرب يا حبيبك. خلص عرقلت السير يا حبيبي. عندي لك حزورة، إذا حزرت بتربح. بقاب تركته على الرف وبقيلوله فراطة 100 و1000. شو هو؟ أنت شو تركت على الرف بقاب؟ أنا بشترك شيء. بشترك شيء؟ شو هو؟ تركته على الرف وبقيلوله فراطة 100 و1000. ماركة والله ما شوفي رف خشب يعني؟ رف خشب هو. إيه إيه لمايكا. مدهون. يعني هو عاملينه على شو اسمه؟ على المكنة. وكابسينه. مكبوس. علمهم على ريموت كنترول خيي انت وبالبيت. واشرف. واشرف شيء؟ عفانة. بركة الكلمة بركة، بركة الكلمة بركة. الو الو. جواب غلط، بدي اعتذر منك. ايه بس لما انكبس ما كان بقاب، كان قبل. ايه هو انكبس ب يعني قبل اب. هلا الحظ يعني ايه تركناه على الرف بقاب. يلا يا وسيم، يلا يا حبيبي، يلا يا قلبي، يلا في عندنا شغل. يلا بقاب تركته على الرف وبقيلوله فراطه 100 و1000. شو هو؟ الدرا. يلا وسيم احسن ما يطلع صوتي. يلا مكدوس. مين قال مكدوس؟ ريموت كنترول بركة. ارندرا. بقاب تركته على الرف للباب. مكدوس. مكدوس مكدوس. سوري يا وسيم، الباب هو جواب غلط. عم تعبي بنزين؟ عم تعبي؟ جوزك عم يعبي. هو انت بس بتروحي مشوي. صح. حلو. بدي اعرف الجواب شو هو. لا ما في الا. انا بقول لك يا وسيم. ليه انت بس تفرط وبيطلعوا الحبوب 100 و1000؟ عديتهم شي مره؟ فولي بهالسيارات. عم قصدي. عم قصدي. يلا زقفه للمدام. انت بقاب بتخلي القرن هيدا على الرف وبقيلول بتفرطه؟ يعني قربت. بما انه جوزك عم بيعبي بنزين بدنا نجرب نشد على حالنا نربح لحتى جوزك يقدر يفول مره مرتين. بقاب تركته على الرف بقيلول فراطه 100 و1000. الله يكون بعونه دايما. بنرحب فيك. الله يعطي الصحه. بنرحب بوجودك. الله يعطيه العافيه. انا بدي اتشكرك، ضلك بهالهمة. بالفعل انا بقدر لك اياها كثير. يعطيك الف عافيه. بقاب تركته على الرف؟ لا بقاب تركته على الرف. ايه انت هيك قلت؟ لا لا تفضل. فكري بالشادي هو عم بفول السيارات، قولي لا بدي جاوب لحتى اعطيه. بدك نساعدك شوي؟ نقي شخص من الكرو لانه الكرو هن اللي معهم المساعدات. جاب لبس ابيض، جو بدنا نعصبك المساعدة. في طلب قبيله. بدك تقول دق لحيالله حدا بتعرفه وافتح سبيكر وقول له بحبك، خلينا نشوف ردة فعله. طلب يلي بده اياه جو، بدنا نرقص سلو انا وياك. معك تليفونك؟ دق لحي الله حدا. دق للمرة. اسألها بحبك، ما تقلها أكثر من هيك. لا. منك حافظ رقم عم بتنبش على اسمها. إيه. ما هي مدامتك. بينسى واحد. على عمر بينسى. إذا رقم مدامتك نسي رقم مين بدك تتذكر؟ إيه نزال بعد نزال بعد. في عندك 2 نوال. إيه هيها ما في نوال. ما الله عليك 2 نوال. ألو بحبك. عم بقول لك بحبك يا نوال. شو بدك؟ عم بقول لك شو بدك؟ عادة يمكن أنت ما بتردي عليه اللي بحبك. شو مدام قال لك بحبك؟ ايه اكيد بحبه. اوكي طيب خي حسيتها انه قالتها غصب عنها. ارنبنا بمنور انور وارنب انور بمنورنا 10 مرات بسرعه من مرة. ايه لا مخرج فينا المرة. بالمرة. تفضلوا. جاي مدام ولا يهمك. رقص رقص بينفرط. طيارة بتنفرط. انت قادرة تفرطي طيارة؟ حطيها على الرف للطيارة يا حنان. يا حنان انا مرقتك هالمرة، ما تجي ما في مرقك من هون، هون عكس السير. يا حنان انتبه يا ليه مش حاط كمامة؟ شابو يعني شو هيك؟ شابو؟ شابو فرطناها 100 و1000 يا حنان. الله معك، ليش مش حاطط سنتور؟ يا حي وين؟ اذا هون اوكي. لا منيح. طيب اول كاسك حي الله، يا سنتور يا كاسك. بتعرف طمنتني انه يا حي بقلب الهيدي. ايه اكيد. تخيل لو ما كانت. تخيل لو ما كانت، مظبوط ما حق. تحسه كورونا بحد ذاته. وحياتك يا عم، يعني انا مني وعلي مش انا اللي بقرر. ما تتدخلوا الله بخليك. ما حدا يتدخل جايز. ما له معروف، ما بس الكبار يكونوا عم يحكوا الصغار ما بيتدخلوا.
دبكة، دبكة بتحطيها على الرف. خلص بقف، ممنوع هذا يتدخل. هيك هيك. حسيت انه وجعت شوي من هون، ما بعرف ليه. بإيد الفقير علاج قبل ما يشيخ. الحب الحب كله بعده، ما بشيله من أرضه. أنا خيي شوفتك تسوى الدنيا. حبيبي حبيبي يا راي. سافولو ولا سافل الكرش. هيدا الجلادة يا خيي. رقاصة. انا رح جن، انا رح اخوت، انا خلص، انا ما بقى في دماغ، انا بقى في دماغ، انا خلص، انا خلص، انا رح اخوت. الله الله الله. شو اللي يعني شو اللي خلاك تفكر انه رقاصه؟ بقى تركت على الرف، جيت لقيتها عم ترقص. اذا ما حزرت شو بتربحي؟ بربح شوفتك. الله زافولا. انت الوحيد اللي قلتي لي اياها اليوم. انا بحس اذا منكفي ما انت عم بتكب كل ما هي عم ترقص. حبيت المستقبل، حبيت الدنيا من بعدك. هيك هيك. اه يا حنان. فينا انا بعتذر بس سالني سؤال عم جوز كمان. طب فينا نجرب؟ ممكن يعني ممكن نجرب ان نشوف كيف يعني قصدك. اكيد. حنان بدينا نساعدها وبدينا على المونتاج نظبط. You can do it. انا خسرت بس ربحت شوفتك. اوه لك جلاده او ما لك جلاده؟ اه يا حنان. اه يا حنان. بقاب تركته على الرف وبقيلول فراطة 100,000. مقابل كل مساعدة في طلب، بتنفذ الطلب بتاخذ المساعدة. الطلب بيقول تفسيره قول أرنبنا بمنور أنور وأرنب أنور بمنورنا 10 مرات بسرعة بلا ما تغلط. يا بدي غني لي زمان ما غنيت. يا بدي غنيك راما صاحبين البيت. يا دفت الغرب والشرق. مثل أبو غاز وملايب. أرنب منور أسرع. منورنا أسرع. أرنب منور مش معروف أرنب مين بمنور أنور. مين وأرنب ما أنا ما بقرأ ما عم بقشع ما What's up doc؟ بالشنب. غني لي إياها. لا ما بعرفك إلا. لا تحلي فيني بالشنب. لا تعشميني بالعسل. يلا يلا. من قلبي بحلف لك يا مين هاي هاي. خلي الشوارب على جنب، خلي الشوارب على جنب. هاي المساعدة بتقول تفسيره بالمنام حظ ونصيب وتحقيق أحلام. مي شوف الواحد مي صافي. ليس جواب المي هو جواب غلط. كيف رضاك عليه؟ لا بالجنة. إذا بتكفي هيك بتفوتي بالحيط. كنا ماشيين بجديدة وتلاقينا بإلي جديدة كان عم بيحذر العالم وإجا لعنا وحذرنا ونقشت معنا حشيش؟ في شيء بالشارع صاير شيء؟ لا انا شفته هيك. شفته سمعته مش هيك عم تقول حشيش لانك جلطتني صراحه. شو؟ رمان؟ رمان؟ رمان وبيفرطوه وبقاب بنحطه على الرف وبقيلول بنفرطه 100,000. الك جلاده تكفي معنا نص ساعه بحال قلت لك جوابك مزبوط؟ الك جلاده؟ إلك جلادة. عم بقول لك إذا إلك جلادة تكفي معنا يا شربل لأنه جوابك مزبوط. أنت حزرت الحزورة. أيوة. والجواب هو الرمان. يلا شربل طلع ترانزيشن وزيحة. ترانزيشن. هيدي هي الترانزيشن. هيدي هي شفتها؟ شفتها. عجبتك؟ حلوة كتير. كيف شفتها وبعد ما منتجناها؟ هلا بدي أرجع أشوفها. أنت عم تضحك علي. بلشنا ضحك علي من هلا. أجادك الله يساعدك. مش معقول. So next step كانت انه بدنا نقي 3 علب من اصل 3 علب بدنا نقي علبتين. بدك تنقي علبه فيها مليونين، علبه فيها 500 وعلبه فاضيه. بدك جاهز؟ بتحب انت تنقي علبه او هي او انت وهي؟ بتبلش هي برجع انا. كتر خيرك يعني عن جد كتر خيرك. الين اي علبه بدك تاخذي؟ 2. علبه رقم 2 موافق عليها؟ هلا بعدين بعد ما يخلص
البرنامج بعطري. إيه هلا انت شو حاسس انه العلبه رقم 2 شو فيها؟ ايه خلص ما راح الا لا ما كتر خيرك عن جد كتر خيرك. وشرب شو بدك تنقي؟ ثلاثة لكن منشيل العلبه رقم 1 منشيلها خلص. وهيدي العلبه رقم 1 شلناها وبقى معنا علبه رقم 2 وعلبه رقم 3. راضي عن العلبه رقم 3 يا لين؟ ايه راضيه اكيد خلاص بنضل عليها. طيب احنا اليوم بجديدة بيك ايام وليد 56. اول شغله بدنا نعمله انه بدنا نلاقي حدا بالجديدة مواليد ال 56. بدك تلاقي لي ثلاث اشخاص بشارع الجديدة ببلش حرف اسمهم بالش. بدك تلاقي لي ثلاث اشخاص من مواليد الجديدة بدنا نتاكد على الهويه انه هن مواليد الجديدة. في يساعده انت راح تضل حد العلب. طيب راح احرق لحتى تحميهم للعلب. وانت يا شربل معك على القد 30 دقيقه لحتى تعمل تحدياتك. الوقت يا شربل. ايوه والوقت يا شربل. ايوه والوقت يا شربل. عيريلي بلش يلا روح. بونجور. بس فت بمسابقه وبدي اشوف تاريخ ميلادك اذا 56. والله يمكن 56 اتاكد لك. انا ناسي تاريخ ميلادك. ناسي امتي خلينا شوف لي هذا. يا عيني جاكبوت. سو عندنا شخص فينا نشوف التسكرام المعروف سد البوشريه. في حدا هون مواليد السد؟ في حدا اسمه بشه ببلش؟ لا سائلين فرجيني على الكاميرا. يلا صار معنا اثنين ست البوشري. ميرسي مدام. ميرسي مدام شكرا. هوية وين معك هوية؟ معك وين البابا؟ روح عيط للبابا على الصريح. وين هو البابا ده؟ أنا لا بس اسمي شربل. ايه فينا نروح نحكي؟ صار شربل. في شربل تاني. شربل؟ شربل؟ معك هوية؟ هويتي؟ ايه سيارة. في مر شربل عايده بدك تجيب لنا على السريع الهوية. يلا 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 اسرع اسرع. يعني حظك حلو. يلا. يلا 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 شربل يلا شربل يلا يا حبيبي يلا. ايوه البوشريه. شو اسمه شربل. شربل من البوشريه. اخراجات شربل ابراهيم. شربل مظبوط طلع اسمه شربل. هلا افتكرت من وين؟ كم شربل نحن ما بدنا حدا من سد البوشريه ما هيك شباب؟ طولنا بدنا حدا واحد شيء. شربل ختمنا معك. شربل شكرا. شادي شادي؟ شادي بعد معك خمس دقايق. مين شادي؟ معك هوية؟ لحظة 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 خليني اشوفها بس. قرب 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 لحد بس ليشوفوك المشاهدين. انا ما رح فرجيك الهوية ولا رح اقول لك اذا عن جد اسمه شادي على الهوية قبل ما تتغزل فيه وتغني له غنية بس بكل جدية. اوكي بحبك انا كثير. لحظة عيدة. بحبك انا كثير يا حبيبي ضلك طل علي وعيني بكير وبرني والبس لي ايدي. يلا نسيني بين ايدي. نسيني بين ايدي. انا شو خاف عليك. انا شو مشتاق عليك. مشتاق عليك. مش حافظ حتى حيني دخيل اجرائك. شادي تعال عندي هيدي هويتك واسمك شادي. يلا بنعدهم مع بعض. واحد اثنين ثلاثة. واحد. عادي مدام. تفضلي ستنا. يلا واحد. واحد. اثنين. ثلاثة. أربعة. يلا شربل. خمسة. يلا شربل. ستة. يلا شربل. سبعة. بعد معك ثلاثة. ثمانية. تسعة. عشرة. كبير. أوكي عظيم. شربل. نطلب منك تطلع بالكاميرا.
وترجع تعمل لي ترانزيشن ثانية تنروح على اخر فقرة بس بدك تعملها هلا هو انت مخلص تحدياتك واصل على فقرة الربح طلع بالكاميرا وزيحها وقول ترانزيشن ترانزيشن شربل ولين عملتوا التحدي على القد ب 28 دقيقة كنتم مخلصين تقريبا كل شيء ونحن منقيين علبة رقم 2 علبة رقم 3 والعلبة رقم 1 كبيناها بالزبالة شربل ولين حلو ساوند افكت لاحظت رح ارجع عيد لك شربل ولين هو الساوند افكت بيشتغل لحاله عنا من دون ما نشتغل فيه بالمونتاج اوتوماتيك سمارت ساوند افكت يا عيني عليك سمارت ساوند افكت شربل ولين اي علبه بتحبوا تفتحوا اول شيء علبه رقم 2 او علبه رقم 3 رقم 2 شو انه انت قررت انه انت هلا هي منقيتها انه يا خيي انت ما عم بفهم مساله بحياتي اي علبه بتحب نفتح لك شو هنيه يا حبيبي يا حبيبي لك شو هنيه مدام معقول شو هنيه مش معقول هالقد بتاكل الضرب اخر شيء اذا بقيت هيك يا حبيبي شو بك انت قولي له مثلا شو انه ليه ما سالتني من الاول نطرته هو يقول لك نعمل دراما يلا ليش ما سالتني من الاول نطرت انه الي سالك لا حياتي ما انت نقيتيها هي وكيف هي نقتها انت هلا نقيت اي علبه بدك تفتح شو خلص انت بدك تجلي انت بدك تطبخ انت خرب تحكي والله يساعدني عليك لين شو بيبي شو بيبي شو بيبي نيميرو 2 يلا نيميرو 2 نيميرو 2 في اتنقوز اتنقوز معك لا عم تنقوز معك يا 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 جماعة الخير ايوه وراح نفتح العلبة رقم 2 في بقلبه مليونير العلبة رقم 2 في بقلبه جائزة المليونير ليرة هول صاروا لكم يا شرب الأولين مبروك الجائزة الكبيرة يا جورج جورج يا شرب الأولين رح نفتح العلبة رقم 3 العلبة رقم 3 العلبة رقم 3 يا شرب الأولين في بقلبه 500 مبروك يا شربل ومبروك يا لين يعني هيدا يمكن حلقة نادرة راح تكون ربحت أول جائزة بدي أسألك سؤال ليه 500 ألف المليونين ألف بدي أعتذر منك يا لين المليونين والخمسمية ألف سمعونا سهم كتير كبير لشربل ولين مبروك لين سوري بس لحظة مبروك لين روحي لين مش الحال خلونا بس قبل لين 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 قبل ما تفل العلبة رقم 1 في بقلبها ورقة كلينكس بس أول ما فتحت هيك نقف صبناهم اثنيناتهم كمان ايه تاني علبة كمان طلع فيها الكمالة كيفنا كيفت هي شلتهم ضبطهم دغري ما راح شوف شيء انا بدي اقول لكم ميرسي على الحلقه ثانكيو لك وميرسي انكم عملتوا مجهود كثير كبير yes. شربل انا بدي يعني بدي اقول لك يعطيك العافيه انك هالقد بتحبه لين ما تصدق كثير فتحي عيونك منيح شوفي حالك لوين رايحه ولازم تحكوا اليوم من عشيه اليوم من عشيه مشاريع وينيد تو توك لا اصحاب أكيد. ولا عائله ولا بلاي ستيشن ولا شيء تقعد اليوم عشيه عايز تب موضوع وشوفي شو بدك تعملي وانا بدي ودع المشاهدين بحلقه اليوم من لك جلاده ثانك يو بنشوفكم الاسبوع الجاي بحلقه جديده مع ضيوف جداد وجوائز غير اكيد علبه الثالثه رح تكون مش العلبه الثالثه في علبه رح يكون فيها غير شيء وعلبه ثانيه الجوائز انا بدي اقول لكم ميرسي كثير ثانك يو لك وتشرفنا وباي باي Thank you.